الفلوس ممكن تشتري لك فطيرة، وممكن تشتري لك عربية، وممكن تشتري لك قصر، وممكن تشتري لك مركب ويخت وطيارة، لكن الفلوس ما تقدرش تشتري لك احترام الناس، ولا تقدر تشتري لك العلم، ولا تقدر تشتري لك الصحة، ولا تقدر تشتري لك السعادة. الفلوس يا منجي يا مغيث خلت الناس هردبيس والضماير طلطميس، ده هي تقطع دي الفلوس. الفلوس ياما بتعلي خسيس وياما بتوطي حسيس، هي فيها مغمطيس ولا ايه سر الفلوس؟